Okay, so عسى now أن اليوم لدينا كل هذه الأمور التنظيمية لنبدأ الآن هذه الجلسة. أنا سعيدة أن أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة حول المشاركة في تصميم والتنفيذ. ساندرا زميلي كافكا في هو الرؤية العالمية وسأسهل الجلسة اليوم غاسكاس الذي سيكون مسهل الجلسة أيضا. نعم. سعيد أن ألتقي بكم اليوم. أنا أمثل قطاع ميلان. أنا أتطلع لأن أستمع وأتعلم منكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا أصبع. حسنا. هذه الجلسة تتضمن مع الأولويات الاستراتيجية والمساءلة. هي الأولوية الثانية للتحالف. لدينا اليوم التركيز مهم على المساءلة للأطفال، مشاركتهم في تصميم البرامج والتنفيذ أيضا. لذلك طوال النهار والجلسة لدينا متحدثين سيتحدثون عن خبراتهم في مشاركة الأطفال في التصميم والتنظيم والتنفيذ. عفوا. قبل أن نبدأ نريد أن نعلم أين أنتم في هذا العالم؟ تجدون في صندوق الدرج رابط لقياس المنتي ميتر. نعم شكرا. هذا الرابط، انظروا أنفسكم على الخريطة، أين أنتم على هذه الخريطة؟ نأخذ دقيقة لنرى من هم موجودين في الغرفة ومن أين أنتم أتيتم. نرى بعض الأشخاص يأتون خاصة في أوروبا على ما يبدو. فقط الأوروبيين هذا الصباح، ربما يكون مبكرا لأمريكا وأمريكا اللاتينية. مرحبا جميعا بكم في هذه الجلسة. اسمحوا لي، أنا سعيدة أن أرحب بالمتحدثين لهذه الجلسة. لنعود إلى الشريحة الثانية. هؤلاء هم متحدثين اليوم. لدينا فلافيو سوداد وهو مؤسس بيلاباز دي ار سي، وأيضا أوليفر مايكل وهو مدير البرامج مساعدة الأطفال في السودان، سانتينو أجيت وهو مدير البرامج في كادز في جنوب السودان. أيضا سنبدأ هذه العروض من كلا المتحدثين، وسيكون هناك حوار ومباحثات حول إذا أردتم أسئلة أن تستخدموا زر الأسئلة والأجوبة في أسفل الشاشة. لنبدأ. سانتينو، سيد سانتينو، تفضل كلمة لكم لتقديم عرضكم. شكرا. طبعا مشاركة الأطفال في تنفيذ كابس هو منظمة وطنية في جنوب السودان، وهي تبحث في البرامج في تلك المناطق، وهي تشير في تلك الدول. التركيز هنا هي التوطين وحقوق الإنسان والعنف المبني على أساس الجندر
والأمن وما هو التنفيذ والتعليم والحفظ على السلام والتنفيذ هذه الأمور التي نحن نعمل بها فيها الشريحة التالية لو سمحت هذه الشريحة الثانية لو سمحتم ساندرا لو سمحتي نعم كما ترون هنا الشريحة التالية التي كما قلت ترون هنا هذه خريطة السودان جنوب السودان حيث نحن متواجدين ترون هنا هذه المدارس في جنوب السودان وهي من المدارس التي أغلقت خلال هنا هذه المناطق التي نعمل فيها الصوت غير واضح ما لازم نقدم الأطفال الرعاية لهم استخدام نحن نحاول أن نقدم هذه الرعاية للعائلة الشريحة التالية النشاطات هنا نقدمها للأطفال نحمل الحوارات ونقدم الشعر للأطفال وحقوقهم هذه النشاطات نحن التي نعملها للأطفال للمجتمع الذي نعمل فيه نحن نتحدث في المدارس وتقديم تلك الخدمات للأطفال وأيضا الصوت سيء جدا الصوت نأسف لذلك وأيضا هم يفعلون أيضا ترويج لتضمين حقوق الإنسان الأطفال في طبعا صلواتهم في الكنائس ونشجع الأطفال خلال تجمعاتنا وأن يكون جزءا من البرامج التي نعمل فيها الشريحة التالية هذه النشاطات عندما نستخدم نحن المسرح أو الدراما للأطفال هي تقوم لتسلية الأطفال وليقضوا أوقاتا جيدا وتعليمهم بعد الرسالة إلى الهدف إلى الأطفال خلال أوقاتهم في المدرسة وهذه أيضا تطور الشباب ليكون هم مواطنين جيدين عندما نتحدث عن الدراما نحن نستخدم الكثير من الأمور تحدثت عنها سابقا في برامج الأطفال وما هي يجب عليها أن تكون المسرح هي من الأمور الخلاقة للأفراد في المجتمع ويستطيعون أن يكونوا نشيطين في صفوفهم الصوت رديء جدا نأسف لذلك وطبعا يكونوا هم إيجابيين في مجتمعاتهم ونشجعهم أن يكون جزء من المجتمع لهذا نحن نستخدم الدراما
هذه البرامج في موضوع الدراما وهي أين أتت أين أتوا هؤلاء الأطفال لنتعرف عليهم من أين أتوا لكي يكونوا مواطنين جيدين من البلد التي أتوا إليها ونستخدم الدراما لنرسل الرسائل الهادفة التعليمية للأطفال ليتعلموها هذا ما نستخدمه في جنوب السودان ونحن نتحدث في الموضوع التعليم ونخلق نحن توعية للمناخ للمجتمع لهذا نعمل مع الأطفال وأيضا مع العائلات وأيضا إشراكهم في البرامج لنشجعهم للذهاب إلى المدارس ليكون جزءا من هذا المجتمع نحن لهذا نستخدم الدراما في المدارس في جنوب السودان لكي يعلموا أهمية لأيضا يكونوا محترمين في مجتمعاتهم هذا الجزء هذا طبعا عرضي اليوم أنا سأكون متاحا إذا ما أردتم أن تعرضوا أي أسئلة ساندرا تفضلي الكلمة لك شكرا سانتينا شكرا جزيلا هناك تأخير في من جنوب السودان شكرا هذا عرض مثير أن نسمع كيف أنت تشارك الأطفال في المسرح للدراما لإعطائهم تلك الرسائل إلى الأطفال وإلى مجتمعاتهم كيف مشارك الكنائس ونبين بطريقة أسهل لإرسال الرسائل إلى المجتمع وأيضا لتطوير المهارات إلى الأطفال يتحدثوا على في العموم وهذه المهارات نستخدمها لاحقا في الحياة شكرا سانتينو والآن سننتقل إلى أوليفر أوليفر من مساعدة الأطفال بهلب ذا تشايلد نعود إلى الشريحة الأولى لو سمحتم Sorry, the first slide for Oliver. الشريحة التالية لأوليفر نعم تلك تفضل أوليفر الكلمة لك لا يوجد صوت أوليفر لا نستطيع أن نسمعك يا أوليفر نعم هذا أفضل شكرا لك أنا أوليفر مايكل أعلم بمساعدة هيلب ذا تشايلد كمدير البرامج في جنوب السودان وأنا أساعد الأطفال في هذه المنظمة الدولية أسست 1986 في هولندا ونحن لدينا مكتب ب 2019 نحن الآن نعمل في 3 مواقع في وستن بازال بيبور أيضا نحن لدينا هذه البرامج الحماية والتركيز على حماية الأطفال وأيضا الرفاهية الأطفال والأمن الغذائي هذه 3 الأمور التي نعمل فيها هذا من بالنسبة للأطفال نعمل ما باستطاعتنا أن نعطي الفرص إلى الأطفال ليقودوا هذه العملية في الترويج المناصرة
وتقوية هذه الروابط الاجتماعية القوية وبين مجتمعاتهم في المنطقة العملياتية. بورو هي إحدى من طبعاً من الرياضة الاعتيادية في جنوب السودان، وهي هذه رياضة خلاقة ونستخدمها كثيراً في جنوب السودان، نستخدمها للترويج لعمل منابر للقياديين والأطفال ليتفاعلوا في مجتمعاتهم. أوبرو لقد طورناها 2015، ومنذ ذلك الوقت لقد تم اعتناقها ونظمت من قبل حكومة جنوب السودان للسودانيين، وهي تلعب في المدارس والمجتمعات. هو العنوان هذه الشرع هي حماية الأطفال والروابط الاجتماعية والترويج لهذه الرياضة بوربور في جنوب السودان. الشريحة الثانية، نعم، كيف يكون للأطفال أن يقودوا حقوق الإنسان والترويج للبوربورو؟ هناك 5 عوامل، هناك كما ترون نقاط. إن البداية نتأكد أن الأطفال لا يعلموا عن البوربورو في المرحلة الأولى، ولكن نريد حشد لخلق هذه الأمور في المجتمعات والأهالي والسلطات المحلية والأطفال أنفسهم، ليروا قيمة الرياضة هذه في مجتمعاتهم. وبعد ذلك هو المرحلة الثانية، نساعدهم لعمل فريق يختاروا أنفسهم بالبرو، نساعدهم ليفهموا أهمية العمل في فريق، ونساعدهم أهمية الأفراد كل مجموعة منهم. الثالثة هو التدريب، بعض الأفراد يختارون من قبل أطفال أنفسهم يكونوا مدربون ويمثلهم كقيادين. هي المثير هنا هي ليست كرياضة، أن نساعدهم عندما لا يكونوا موجودين. الرابعة نعمل التدريب من خلال اللاعبين، هذا التدريب يحتوي هذا السياق هو التدريب، التكلم بالعموم، العمل ضمن الفريق، الإدارة والمهارات والترويج واللعب، لعبة البوربور نفسها، كل هذه المهارات ستمارس في على الأرض خلال اللعب. هذه المرحلة الأولى يطبقون كل هذه المهارات خلال ما يلعبون، ونسألهم بعد ماذا يشعرون وكيف يمكن أن يفوزوا ليتعلموا من هذه اللعبة. هذا أمر جيد، هذا قرار جيد، كان جيدا الاتصال والتكلم أمام العموم جيد، كل شيء جيد. نحن نطلق بعد ذلك هذه الحملة وتقاد من قبل القياديين الأطفال. فهذه المرحلة الخامسة، نحن نحصل على المستوى المجتمعي، هم يبقون يذهبون إلى مراحل أعلى. في أخيرا على مرحلة الدولة، هنا وهي أكبر منبر تجذب كل القياديين والمنظمات الغير حكومية الدولية، كل المدراء الإداريين في المدارس يأتون ويستمتعون برؤية هي رياضة البوربورو وهذا المنبر، والرسائل الأطفال يرسلون إليهم رسائل مثل أغاني وأيضا خطب. بعد ذلك الشريحة التالية، نعم، ما هي الفوائد البوربورو؟ هذه اللعبة بوربورو هي مهمة،
تزيد مشاركة الأطفال في الحماية وهي نتأكد من أن تفعل ذلك. بوربورو هي تلهم وتبني الثقة بالنفس وخاصة في مجتمعاتنا هنا وخاصة في المناطق الحضرية، لتكون عمل حشد وتقوية بين الأطفال، تزيد فهم حقوق الأطفال أيضا، تخلق منبرا للأطفال أن يتفاعلوا مع نظرائهم والمجتمعات القيادية أيضا. بوربورو أيضا تخلق توعية كبيرة حقوق الأطفال لخفض هذه الأمور السيئة بالنسبة للأطفال. البربرو الأطفال هذه الأمور الاجتماعية القوية، الروابط القوية الاجتماعية هي تقي النزاعات أيضا. بوربورو النقطة الأخيرة تخفض وتخفض الفجوة بين الجنسين في المجتمعات، لهذا نقول نستخدم هذا المنحة للمجتمع يتعرف على أنفسهم ونطور شيئا لم يعرفوه سابقا. الشريحة التالية لو سمحتم. نعم، هنا ترون كيف هنا الأطفال اللي هم يمرحون في هنا في اليمين. الصورة الأولى هي في الفريق قد فاز ويحتفلون بالفوز، ليس فقط واحد قد فاز، ولكن هذا ما نعلمهم، أن يكون لديهم تسامح وأن يفوزوا، وهم يفوزون ويحتفلون سوية. الصورة الثانية هي مناظرة اللعب وهي رسائل جدية إلى القيادين، هي تبعث من قلوبهم ليعلموا السياق والبيئة التي يقودون، ما هي الرسائل التي سيرسلون إلى قياديهم وأيضا ممثلين مجتمعاتهم أيضا. هذه الرسائل مهمة جدا، وهذا ما نحتاجه، وهذا ما يجب للأطفال أن يقودوه أيضا. في اليمين هنا قال تقرأ رسالة جدية، هي خطبة كتبت، هي موجهة إلى القياديين، وهي استطاعت أن تمثل أنفسها، لم تكن خجولة ولم تكن خائفة، هي استطاعت أن تمثل نفسها وتعبر عن نفسها هنا في هذه الصورة. الشريحة التالية. هنا ترون التأثير المنبر التي خلقها لعبة البربرو. على اليمين وعلى اليسار هناك رسائل حول الأمور التي تؤثر بهم واحتياجاتهم في المجتمع. هناك بعض الأمور حول الأمور الزواج، قبل 10 زواج يريد التحرر. على اليمين هذه بعض الرسائل أرسلت كتبت من المدرج بأنفسهم وأرسلت إلى القياديين في المجتمع. هذه الرسالة من الطفل، أريد أرغب أن أساعد الأطفال في المستقبل، وهذه رسالة مهمة جدا، يعلمون حقوقهم وما الذي يريدون أن يحققوه ويتخيلوا أيضا مستقبلهم. هذا كله. إذا لديكم أسئلة أن تتابعوا ذلك، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أوليفا، هي ملهمة جدا. وقد استخدمتم الرياضة كطريقة لتمكين الفتيات والأطفال ليكونوا هم من ناشري الرسالة، وهذا ما يبني ثقتهم بأنفسكم، وهذا ما شعرنا به من خلال العرض الذي قدمته. وقد ساهمتم أيضا في تغيير القواعد الاجتماعية
فقد أشركتم الفتيات بحيث أعطيتهن دورا فاعلا. الآن سأطلب من فلافيو أن يقدم عرضه. تذكير لجميع المشاركين، أرجو منكم انتقاء القناة الترجمة باللغة الإنجليزية لأن فلافيو سيقدم عرضه باللغة الفرنسية. يمكنكم اختيار ذلك من أسفل الشاشة. فلافيو الكلمة لك. صباح الخير، شكرا لك ساندرا وشكرا للائتلاف على هذه الفرصة وشكرا لسانتينو وأوليفر على هذين العرضين المميزين. أنا أعمل في FPC طبعا ونحن نعمل في العمل على تمكين الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظروف الأزمات. نحن نعمل منذ عام 2005 حيث بدأنا هذه الحركة في وهي حركة تعمل في البرازيل ضد وتساعد الأشخاص الذين يتعرضون للأزمات وخصوصا الأطفال النازحين. ومنذ ذاك الحين أيضا بدأنا بإعداد منهجيتنا التي تشمل الأطفال والشباب في جميع أنحاء الدولة. إذا ضمن هذه المنهجية، إذا كان بوسعنا أن نرى شرائح لو سمحتم، في المنهجية التي نتبعها فكرنا في الحماية، هي كابويرا، وهي تتوجه للأشخاص الأكثر ضعفاً والأكثر هشاشة. وأيضاً قمنا بإعداد الكابويرا في حماية الأطفال، وفي إعداد ذلك وصلنا إلى نموذج وضعنا من خلاله استراتيجية للتدخل، وهذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هي الأسرة، العائلة والمجتمع هو الركيزة الثانية، والكابويرا هي الركيزة الثالثة. إذن نحن نعمل من الخارج ونقترب شيئا فشيئا. إذا هذا النموذج من الحماية يقوم على احتياجات الأطفال، أي أننا نصغي إليهم، نستمع إليهم طوال الوقت، لأن طبعا نريد أن نمنحهم الحق الأساسي وهو حق الحياة، وأن بالنسبة لهؤلاء الأطفال فإن البقاء على قيد الحياة صار امتيازا، وبالتالي فإننا تدخلنا لكي نمنح هؤلاء الأطفال مساحة آمنة تشمل العائلة والمجتمع. وعندما نتحدث عن المجتمع نتحدث عن الكنائس، عن المدارس، وعن كل المرافق المجتمعية، حتى الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع كما هو الحال في كونغو، حيث نعمل بشكل رسمي وغير رسمي. والأشخاص الموجودون ضمن المجتمع مدعوون للعمل على حماية الأطفال لكي يتمكنوا هؤلاء من الحصول على الحماية والوصول إلى المعلومات، وأيضاً للحصول على فرص التنمية. إذن هذه كانت تجربتنا في جمهورية الكونغو، حيث تمكننا طبعاً من تطبيق هذه المنهجية. ووجدنا أن علينا أن نقوم بعمل أكثر من الحماية، وأن نؤمن للأطفال إمكانية الحصول على المعلومات لكي يتمكنوا من التصرف. فمن الضرورة بمكان أن يكون لدينا هذا النموذج. كما ذكرت قبل، نحن نريد لهؤلاء الأطفال أن يكونوا مدمجين في مساحة آمنة حيث يتمكنون من التفكير ومن العمل ومن التصرف.
لأن الطفل طبعا هو المسؤول الأول عن حمايته الذاتية، لأنه هو الموجود ضمن المجتمع طوال الوقت، وعندما يبلغ سن المراهقة والشباب فإنه يكون مدركا لحقوقه ويكون لديه الإمكانيات أو الأدوات المطلوبة لكي يؤمن حمايته الذاتية. إذن كابويرا في هذا الإطار يدعم العائلة ويدعم المجتمع، وعبر تدعيم العائلة نحن نعمل مع الأهل، مع الأب والأم، ونبني علاقات ثقة، لأنه في ظروف العنف نحن نرى هذا في الكثير من البلدان مثل هايتي وفي البرازيل أيضا وغيرهما، نحن نرى أن علاقة الثقة يعني تغيب أو تتبدد في هذه البلدان. إذن وصلنا إلى نموذج نستطيع من خلالها أن نؤمن الحماية، وإنما أيضا كان علينا أن نفكر في تنمية الطفل لكي نفهم كيف يعاني، ما هي المعاناة التي مر بها. وعندما نتحدث عن الفتيات اللواتي عشنا ظروف العنف، وهناك الأطفال النازحين، وهناك أطفال يعيشون في الشوارع. إذن أردنا أن نفهم كيف تتم عملية علاج هذه المعاناة، ووصلنا إلى نموذج وقد وزعناه إلى 4 مراحل. في مرحلة العلاج من المعاناة للأطفال مثلا الذين النازحين، فقد عملنا على المستوى الشخصي لأن هؤلاء أطفال منغلقين على ذاتهم، هم لا يفكرون في المعاناة التي مروا بها ولا يجدون التعبير عن ذلك، ونحن ساعدنا هؤلاء الأطفال على التعبير عن معاناتهم لكي نساعدهم على التخلص من ذيولها. وشيئا فشيئا تمكن الطفل من الخروج من هذه القوقعة، وصار يدرك أنه جزء من مجموعة، وعند ذلك يستطيع تقييم علاقات اجتماعية، وربما ليس شفهيا وإنما على الأقل جسديا. إذن الكابويرا تتضمن أيضا عناصر تسمح للأطفال بالحركة والتعبير عن ذاتهم، ربما من خلال الموسيقى أو غيرها. والكابويرا أيضا تتضمن برنامج من يونيسف من 2014 إلى 2018، وقد يعني حصلت على وقد تمكنت من مساعدة آلاف الأطفال. وكابويرا لديها مقاربة ابتكارية وحديثة لكي تتمكن من مساعدة الأطفال ضمن المنظمات. وعبر هذه النماذج تمكنت كابويرا أن تبرهن بأننا نستطيع أن ندمج الأطفال الصغار في هذه العملية برمتها، وفي جميع مراحل التفكير والاستجابة للاحتياجات، وفي تطبيق البرامج والاستراتيجيات، وخاصة المراهقون والشباب الذين يقومون بالعمل أو ينفذون هذه الاستراتيجيات مع الأطفال. لذا قررنا بعد البرنامج مع يونيسف، وهو كابويرا بور لا بي أو كابويرا من أجل السلام، قررنا أن نطلق مركزا للتدريب، لأنه ما بعد البرامج التي نفذناها رأينا أن هناك مجموعة من الشباب الذين يرغبون في الاستمرار في التدريب، ويرغبون أيضا في الاشتراك في أعمال والانخراط مع مجتمعهم. وعندئذ هنا أطلقنا مركز التدريب، مركز كابويرا للتدريب المجتمعي، وهو يقدم التدريبات ويشارك المعلومات ذات القيمة التي تساهم في تعزيز قدرات الأطفال على التفكير وعلى التصميم
وضمن هذا السياق استخدمنا كابويرا وبهذه الطريقة تكون لدينا مقاربة أكثر شمولية تسمح لنا بتنمية هؤلاء الأطفال من خلال الممارسات التقليدية ومن خلال ممارسات حديثة. مثلا لدينا تدريبات في حقوق الإنسان مع التخصيص على حقوق الطفل وعلى حقوق المرأة. لأننا نريد طبعا أن ندعم تنمية المرأة. وأيضا استخدمنا أسلوب بيداغوجي معروف لعالم بيداغوجي برازيلي، وهي تسمح بتحويل المعرفة إلى عمل فعلي. كما أننا نقدم المساعدة للأطفال النازحين، للأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال والفتيات اللواتي تعرضن لإساءة جنسية وغيرهم، ونتعامل مع منظمات محلية ودولية أيضا، ومما يسمح لنا بأن نعطي فرصة لهؤلاء الشباب والأطفال بالمشاركة في الحوار والمشاركة في تحقيق السلام. وبهذا نعود إلى نقطة البداية، لأننا نعود طبعا نحن نعمل في حلقة متكاملة، نعود إلى نقطة البداية، وهذا ما يسمح لنا بأن نبني روابط الثقة لأنها أساسية، والأطفال والشباب يحتاجون إلى ذلك لكي يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم بعدما مروا بظروف صعبة جدا. وهذه الثقة ستسمح لهم بأن يشاركوا في المجتمع وبأن يعيدوا بناء روابط الثقة أيضاً، وهذا ما سيسمح للمجتمع بمواجهة كل التهديدات وكل التحديات التي تواجههم بشكل يومي. إذن أشكر لكم منحي هذه الفرصة، أشكرك ساندرا. شكرا لك فلافيو على هذا العرض التقديمي الممتاز. إنه لمن المثير للاهتمام أنكم تستخدمون الكابويرا المجتمعية كنقطة انطلاق وإشراك الأطفال وجعلهم وتمكينهم ليكونوا هم عناصر في التغيير. إذن ليسوا مستفيدين أو متلقين فقط، وإنما تمنحونهم الأدوات التي تسمح لهم بحماية أنفسهم. أنه أردت أن أعرف كيف تستعملون استراتيجياتكم أيضاً لتنمية الطفل وإعطائهم ثقة بذاتهم، خصوصاً الأطفال الذين عملوا أو تم تجنيدهم في إطار المعارك. إذن من المثير أن نعرف كيف يستخدمون كابويرا للتعبير عن أنفسهم بطريقة غير عنيفة. شكراً لك فلافيو، ونرى أيضاً الرابط مع روابط حول كيفية استخدام الرياضة، كيفية استخدام المسرح وأيضا كابويرا لإشراك الأطفال وتمكينهم. شكرا. الآن سنستمع إلى المشاركين. لدينا بضعة أسئلة. السؤال الأول هو: هل قمتم بإشراك الأطفال في تصميم البرامج؟ سوف ترون هذه الأسئلة على الشاشة أمامكم. هذا استفتاء عبر زوم، المطلوب منكم أن تجيبوا بنعم أم لا فقط. إذن هل أشركتم الأطفال في تصميم برامجكم؟ والسؤال الثاني هو: هل تشركون الأطفال أيضاً لتولي مسؤولية الأنشطة؟ إذن لدينا سؤالان هنا: هل الأطفال يشاركون في تصميم البرامج؟ وثانياً، هل تشاركون مع الأطفال لقيادة الأنشطة؟ يرجى منكم أن نقر على نعم أم لا.
All right, okay. Do we have any results to share? هل لدينا نتائج؟ هي نتائج؟ Interesting. So, إنها مثيرة للاهتمام. All right. So for the first question, some of you have... بالنسبة للسؤال الأول، البعض منكم بالفعل أشرك الأطفال في تصميم البرامج. تهانينا لكم، نعرف أن هذه ليست مهمة سهلة، ونرى أنه من الأسهل ربما إشراكهم لتولي أو لقيادة الأنشطة، ونحن بالطبع نرى الفوائد التي تنبثق عن ذلك. إذن شكرا لكم على هذه النتائج، والآن ننتقل إلى الحلقة الحوارية. لدينا بعض الأسئلة، يمكنكم استخدام خاصية طرح الأسئلة إذا كنتم ترغبون في طرح أي أسئلة وتوجيهها إلى المتحدثين. سنخصص بعض الوقت بعد الجلسة الحوارية لكي تطرحوا الأسئلة. في السؤال الأول، هل يمكنكم أن تتوسعوا في إخبارنا كيف يتم إشراك الأطفال في تصميم وتنفيذ البرامج؟ لأن بداية سأوجه هذا السؤال إلى أوليفر. هل تخبرنا كيف تقومون بإشراك الأطفال في عمليات التصميم والتنفيذ؟ شكرا على سؤالك ساندرا. في Help a Child كما أخبرتكم آنفا، نحن نشرك الأطفال من خلال منهجيتنا المتبعة ضمن المجتمع. نقول لهم نحن لدينا هذه المبادرة، هل يمكنكم مثلا أن تشتركوا فيها؟ فيقولون نعم نعم، نرغب في التسجيل ونرغب في المشاركة في هذه العملية، ويتوافدون إلى المساحات المخصصة للأطفال والمراكز المخصصة للأطفال، ونقوم بتدريبهم على المبادئ التوجيهية وعلى القواعد، ومن ثم يختارون المدربين والقادة والحكام، ونقوم بتدريبهم، وهنا يبدأون بقيادة العملية. هم يلعبون، وفي الوقت عينه طبعا هم يتواصلون مع المجتمع ويتواصلون فيما بينهم ويناقشون المسائل والقضايا التي تؤثر فيهم مباشرة. ربما يناقشون تجاربهم النفسية، وهذا ما يساعدهم ويساعد على تمكينهم ويساعد على رفع مستوى راحتهم النفسية، وأيضا يتواصلون مع فرق من مجتمعات أخرى وفي مراكز مخصصة للأطفال أخرى، وبهذا الطريقة ننشئ منصات من مستويات مختلفة حيث يتواصلون مع ذويهم ومع المجتمع أيضا. إذن هكذا نحن من خلال Help a Child هكذا نساعد الأطفال على تعزيز كفاءاتهم وقدراتهم. شكرا أوليفر. هؤلاء الأطفال أيضا يصبحون بالغين في وقت، إذن هم يتم إشراكهم كأطفال يلعبون أدوارا كالبالغين. الآن فلافيو، في ما هي تجربتكم حول كيفية إشراك الأطفال في عمليات التصميم والتنفيذ؟ شكرا ساندرا على هذا السؤال. إذن كابويرا تمثل المجتمع، ونحن دائما موجودون ضمن المجتمع ونشرك الأطفال منذ مرحلة البداية. نحن نشركهم في عملية التفكير، في عملية التفصيل في نماذج التنمية، ومنذ ذلك الحين بدأنا أيضا بالتوجه للأطفال والشباب، لأننا رأينا أن القادة الذين نحتاج إليها، فأن تدريب القادة يبدأ منذ عمر الطفولة.
وكان لدينا هذا التحدي بإيجاد الأطفال الذين لديهم القدرة بالوقوف أمام الآخرين وبالمساهمة في عمليات التفكير وفي تحديد الاحتياجات وأيضا تحديد المؤشرات. نحن ضمن نموذجنا خاصة في RDC لدينا 7 مساعدون من بين الفتيات والفتيان، وهم يقومون بقيادة الأنشطة مع شركائهم مع أترابهم. نقوم بتدريبهم، نقوم بتخطيط هذه الأنشطة، ونقوم بتقييمها بشكل أسبوعي، وبهذه الطريقة نحن نحاورهم بشكل مستمر لكي نحدد احتياجات الأطفال والتغييرات المطلوبة على الاستراتيجية، وأيضاً لتحديد المؤشرات وليس فقط المشاكل التي تحتاج إلى علاج، وإنما أيضاً نريد المؤشرات التي تشير إلى قدرات هؤلاء الأطفال. والأطفال لديهم القدرة على إعطائنا الإجابات على كل المشكلات التي نطرحها عليهم، ونرى أن هؤلاء الأطفال لديهم قدرات، خاصة الأطفال الذين مروا بظروف مثلا الكوارث الطبيعية أو العنف. إذن نحن نعمل ضمن حلقة حيث يتسنى للجميع المشاركة، ولدينا مساعدون طبعا يتم تدعيمهم من خلال العملية البيداغوجية بما يسمح لهم بتعزيز أعمالهم وسط المجتمع، وأيضا نتعامل مع منظمات أخرى مثل أبسي وغيرها. ونرى أن الأطفال والشباب يتم دمجهم بشكل مستمر في عمليات التفكير في الأنشطة وتصميمها، وهذا ما يقوم عليه نموذجنا الذي تم تصميمه في الأساس مع الأطفال والشباب. شكرا لك فلافيو. بالفعل إنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف أنكم تشركون الأطفال في مرحلة التصميم وفي مرحلة تنفيذ البرامج، وأنتم يعني تشركونهم كمساعدين كما أسميتهم. بالتأكيد أن الأطفال يعرفون ما الذي يحتاجون إليه، هم يفهمون ما هي مشاكلهم، هم يعيشون ضمن المجتمع ويرون ما يحدث. إذن فأنكم تمكنونهم لكي يقوموا بالعمل والتصرف وقيادة غيرهم من الأطفال. والآن لدي سؤال آخر حول الأثر. إذن سأوجه هذا السؤال إلى سانتينو. سانتينو، ما هو الأثر الذي رأيتموه بعد إشراك الأطفال لقيادة الأنشطة؟ طبعا نحن نعطي هؤلاء الأطفال إحساس بالقيادة، يشعرون بأنهم قادة بين أترابهم، وهذا مفيد لهم. كما أننا ننمي لديهم إحساساً بالقيمة الذاتية، وهذا إحساس إيجابي. وهناك أيضاً نعطيهم غاية ونعطيهم هدفاً، وهذه هي الآثار التي رأيناها عندما أشركنا الأطفال. وأيضاً عندما نقوم بإشراكهم ضمن الأنشطة، فإنهم يعني نرى أن هناك توزيع للتخصصات، البعض منهم يذهب في اتجاه الدراما أو المسرح، والبعض الآخر في اتجاه أنشطة أخرى. يشعر هؤلاء الأطفال بأنهم بشر فعلا، يشعرون بالفخر لأنهم منخرطون في أنشطة ذات فائدة. ونحن نسمح لهم بقيادة وبتولي قيادة هذه الأنشطة ضمن مجتمعاتهم، هذا يعطيهم إحساساً بالفخر. شكراً لك سانتينو. بالتأكيد أمر مهم فأنكم تعطون هؤلاء الأطفال إحساس بالقيمة الذاتية وبالغاية، وهم يدركون حقوقهم. إنها مهارات تعطونهم إياها من خلال المسرح ومن خلال مهارات التحدث العلني، وبالطبع هذه مهارات سوف يحتفظون بها لما تبقى من حياتهم، وهذا يعطيهم إحساساً بالفخر والاعتزاز.
أوليفر، هل رأيتم أي هل رأيت أي أثر لبرامجكم في جنوب السودان؟ نعم، شكرا ساندرا. بالتأكيد بدأنا برؤية التغيرات الحاصلة على مستوى الأطفال منذ مرحلة التحديد في البداية. طبعا نحن الأطفال في هذا المجتمع لا يسمح لهم بالتحدث علنا ولا يسمح لهم بإظهار مهاراتهم بشكل علني، وعندما بدأنا بالعمل معهم عندما توافدوا على غرفة التسجيل رأينا أنهم كانوا يعني كانوا خجولين جدا، كانوا يجلسون عند الطرف، ومن ثم قلنا لهم أننا كلنا سواسية، وعندما بدأوا بالانخراط في الأنشطة باللعب وواجهوا الأطفال الآخرين ضمن الفرق الأخرى تحولوا تحولا كبيرا. كنا نرى الفتيات يهتفن للفرق ونرى أن كان بوسعنا أن نسمع أصواتهن خصوصا الفتيات. إذن هذا كان التحول الكبير الذي رأيناه، ومن ثم بعد ذلك يعني يصبحون أقوى وأقوى في التحدث علنيا وفي أيضا التحدث عن مشاكلهم بشكل مباشر. إذا كان هذا الأثر الكبير الذي شاهدناه من خلال تجربتنا، وأيضا طبعا نحن نطلب التغذية الراجعة من هؤلاء الأطفال دائما خلال العملية. شكرا لك أوليفر. لا شك في أنها أداة أو وسيلة ممكنة استخدام الرياضة في جنوب السودان لكي تتمكن الفتيات من الشعور بالحرية للتعبير عن ذاتهن ولمواجهة غيرهن من الأطفال والفتيان والبالغين. فلافيو، ماذا عنكم؟ هل رأيتم في الكونغو، هل رأيتم أثراً على الأطفال؟ كيف تغيروا؟ كيف تطوروا؟ نحن نعمل مع مختلف أنواع الأطفال، عفوا فئات الأطفال. لدينا الأطفال النازحين، ولدينا الأطفال الفتيات اللواتي نجينا من الإساءة الجنسية وغيرهم. هؤلاء أطفال ربما هناك البعض منهم يعيشون في الأدغال، وكابويرا أرادت أن تعيد إليهم طفولتهم. هناك أطفال كانوا يتم تجنيدهم كجنود في الأدغال، وأردنا أن نعطيهم الثقة بذاتهم وأن نسمح لهم بالتواصل مع غيرهم. ومن خلال التدريب الذي نقدمه من خلال الرياضة وغيرها من الأنشطة، فإن الطفل صار يحدد أو يعرف نفسه كطفل ويستطيع أن يتواصل مع غيره من الأطفال، وإنما هذا بشكل خاص مع الفتيات الناجيات من الإساءة الجنسية، حيث كانت لدينا حالات كانت هناك فتيات لديهن نزعة للانتحار بعد تعرضهن للاغتصاب. ومن خلال كابويرا كنا ننظر إليهن ولا نرى شيئاً في أعينهن، وطبعاً نحن سمحنا لهن بالانخراط ضمن مجتمعنا وقدمنا لهن مساحة آمنة. ثم رأينا أن هؤلاء الفتيات صرنا أكثر إدراكاً لذاتهن واستعدنا هويتهن كبشر كفتيات. ومنذ ذلك الحين نرى أن كل فتاة تريد أن ترد للمجتمع حولها ما تلقته. ونرى أن هؤلاء الفتيات الناجيات وصلنا إلى مرحلة يستطعنا فيها أن يدربنا غيرهن من الفتيات، وصار لهن أصوات مسموعة ضمن المجتمع، وهذا من الآثار المهمة التي رأيناها من خلال عملنا، وهذا طبعا بدعم من المنظمات الشريكة التي نعمل معها.
شكرا لك فلاديو، انه فعلا لامر مذهل كيف تستطيعون اعاده بناء هويه الطفل واحساسهم ايضا باجسادهم وبذاتهم، هذا امر مذهل بالفعل. شكرا. هناك امور كثيره نستطيع ان نحققها من خلال اشراك الاطفال، انه لامر مذهل. الآن لدينا سؤال آخر. لدينا بعد مشاركة الأطفال في النشاطات، نعرف أن إشراك الأطفال ليس سهلاً دائماً، هناك ليس الأنشطة سهل، وهناك العديد من التحديات ستجدون في التحديات. هناك رابط لمنتيميتر ومقياس منتي حيث يمكنكم أن تحددوا ما هي التحديات التي واجهتموها. الرجاء شاركوا خبراتكم استخدام المنتي، قياس المنتي. أيضا تجدها هنا على الشاشة. هذا سنأتي إليكم قبل أن نتحدث مع المتحدثين هنا. ما هي التحديات؟ أي تحديات لو سمحت؟ هي التوافر أو التواجد. التدخل الأهالي، نعم يمكن أن يكون مشكلة. أحد المتحدثين شرح من المهمة مشاركة الأهل، العديد منكم ذكر مشاركة المجتمع والأهل ليفهموا ما نفعله لأطفالهم، ونتأكد أن لا نفعل أي شيئا خطأ معهم منذ البداية. يسألون موافقتهم، ومن المهم أن نؤكد ونطمئنهم على المنافع التي يأخذها الأطفال من تلك النشاطات. هل هناك أي تحد آخر؟ طبعاً قلة الاحترام الذات، هم يحتاجون لبناء الثقة. فلاديو كان يقول الفتيات يختبئون. أوليفر أيضا ذكر كيف أن الفتيات ليس لديهم هو المكان، هم خجلات دائما، وهذا شيء لا يمكن تغييره بين يوم وآخر. يجب أن نشاركهم وننجح في مشاركتهم، وكيف يمكن أن يطوروا أنفسهم، وكيف المصادر أن تنفذ تلك الأفكار. شكرا جزيلا لكل تلك التحديات الذكرت. الآن سأسأل المشاركين الآن إذا كان هناك شيء تضيفونه، الموظفين الكبار، هي أمور أيضا مستهدفة، نحتاج إلى بعض الكفاءات في الدعم. هذا تغير كيف نتعامل ونشارك مع الأطفال ونعطيهم المساحة وأن نأخذ القيادة ونفتح الكبار. هي ليس سهلا، ليس نحن كنا من السهل أن نحن نسيطر على الأطفال ونقول لهم أن تلك الأمور دعوا أطفالكم ودعوهم يقودون هذه العملية. هي هذه الروح المنظمة، كيف أنت تحول تلك الأمور إلى موظفين؟ دوركم هي ليس بشكل أيضا تقود بشكل مباشر، ولكن يكون هناك توفر مناخا لتقوي الأطفال والعديد من الأشخاص. الآن نسمع من المتحدثين حول هذا السؤال، حول التحديات التي واجهتموها. سانتيغو تفضل
على السؤال مشاركة هذه التحديات الأساسية التي واجهتموها في جنوب السودان وفي تنفيذ البرامج الأطفال. شكرا ساندرا. كما حدثت سابقا عملنا في المدارس. أحد التحديات خلال السنوات في البرامج هي الأطفال، نحاول نعطيهم المنافع. وأيضا لدينا أحد قلة الرعاية والانتباه للأطفال، هذه مشكلة. وأيضا يجب أن نحن يكون لدينا قوة التحمل وأن نساعد الأطفال وتقويتهم لكي يصبحوا قيادين في مجتمعاتهم. وأيضا الأطفال هم مستضعفين، هم يواجهون الصعوبات ويريدون أن يكونوا جزءا من الفريق. وأيضا في جنوب السودان هناك برامج التي لدينا، نأخذهم إلى المدارس. وأخيرا هذه المبادرة في جنوب السودان اللي قمنا بها، نأخذهم إلى المدارس. وأيضا لكن يعملوا ونعمل على رعاية الأطفال وتقديم التدريب. هناك أيضا بعض الطفل 5 سنوات كان صعب التعامل معه وكان يتحدي المعلم كثيرا. هناك بعض الرسائل نوجهها للأطفال ونعلمها ونتعلم منهم أيضا. الأطفال مهم جدا أن نعمل معهم. هذه هي التحديات التي واجهناها مع الأطفال. شكرا سانتينو لكل هذه التحديات. بعضها قلة رعاية الأبوين، وأيضا يكون لديهم نظراء لا يشجعونهم أن يكونوا جزءا من الأنشطة. وهناك أيضا العنف بشكل عام. تقول لنا كيف أنت تعالج تلك التحديات وتروج لها؟ هناك بالنسبة لعملياتنا نعمل مع الأهالي والأطفال، وهم يأتون إلينا لنساعدهم. هذه أحد الأمور التي عملها في المدرسة. وعندما يذهبون إلى المدرسة ونساعد الأطفال في المدارس، وخاصة أن دور المجتمع مهم جدا في تلك الأمور، خاصة في المناطق المحلية. نشاركهم في جميع النشاطات لكي يفهموا تلك الرسائل من خلال تلك البرامج، ونأمل أن ننجح في تلك الأمور. بعض الأمور أيضا هنا، هذه هناك أيضا التحديات التي تواجه الأطفال، ونفهم كل أطفال لديه الحرية، لديه الحق للتعليم. والصوت غير واضح، وهذه طبعا جزء من التحديات التي نواجهها ونعمل عليها. أيضا ما نفعل، نحن نعمل على تخفيف تلك الأمور على الأطفال.
عندما طبعا هناك نعلمهم القواعد. هم أطفال جيدين يريدون أن يتعلموا كل شيء، يريد أن يذهبوا إلى المدارس وأن يكونوا أن نجعلهم يحبون الإلهام. وأيضا نساعدهم في أيضا دور المجتمع، أيضا من العمل مع البلديات أيضا مهم جدا في مجال الأطفال. أعتقد ما فعلناه في الماضي. تفضلي كلمة لك. شكرا لتلك الأمثلة وكيف انخرطتم مع أصحاب المصلحة والأهالي والأساتذة والمؤسسات، كان قويا جدا. المجموعات التي يمكن مشاركتها، أيضا فوانا التي تعملها، هذا مثير جدا. أحب الأمثلة أنت اللي أعطيته لتعليم المدارس حول الإدمان على المخدرات، وأن يلعبوا الطبول وأن نعلمهم كيف نؤمن بالأطفال. هذا مهم جدا. هؤلاء الأطفال نعطيهم أمور مناحي مختلفة ومفاهيم مختلفة لكي يعملوا أمورا أخرى، وهي طريقة أخرى يمكن نحن أن نتعلمها هنا. هذا مثير جدا. شكرا سانتينو. والآن أريد أوليفر الكلمة لك. هل هناك تحديات تواجهتها وكيف أنت تعاملت معها؟ نعم، شكرا جزيلا ساندرا. طبعا في خبرتنا في التحديات في تنفيذ البوربورو، لعبة البوربورو، وهي لعبة تطورت بشكل جديد في البلد وبقيت هي وهي بدأت تكون حساسة جدا للأبوين ومهمة، حيث يكون مثلا الفتية من البنين. بعض الأحيان هناك صعوبة تقبلها من قبل الأهالي. نطور هناك مفهوم حيث الأهالي في المجتمع في المخيم، نشجع الأهالي ليوقعوا على رسالة توافق موافقة للفتاة أو الابن في هذه اللائحة في البرامج للأطفال. يمكن إشراكهم في اللعبة بنفسها. إذا ما كان بعض الأولاد لديهم مشكلة مزمنة، الأهالي يقول هم فقط من يقولون لنا ما هي المشكلة، حيث يمكن وضع هذا الطفل في المكان المناسب حيث يلعب ويلعب. وأيضا أدوار أخرى في هذه الهيكلية التي يمكن للطفل يحل تلك المشاكل. ثانيا، عندما نعمل في المدارس ويذهبون المدارس، نشارك أيضا مدراء المدارس والإداريين المدارس، ونأخذ هنا في صور للأطفال والذين يكونون من أفضل اللاعبين. هذه الحملة نأخذ الصور وندعو الأهالي ويأتون لكي يكون فخورين بهذا العرض أبنائهم، ونشجع الأطفال لمشاركة في اللعبة والمباريات. في مجتمعات أخرى هناك بعض حالات الزواج في سن الخامسة، هذا لقد تم حجزه. نشارك العشرة أعوام وما فوق عندما يشاهدونهم يلعبون
هناك امتناع من الأطفال بعض الأحيان يريدون أن يبقوا مع أهليهم. الزوج لا يحجز لأن هناك رفضاً لتلك الأمور. نأتي إليهم وكيف يمكن نحن نقويهم وكيف ندربهم ولنفهم حقوقهم والأهمية الدور في المجتمع. يأتون ويشاركون ويحضرون ويشاهدون وبعض الأحيان نراهم يرفعون أيديهم للتعليقات ويقدرون ما حدث للأطفال. هذه التحديات التي نواجه بعض الأحيان. أيضاً بعض هناك الأمور فيها الكثير من الوصمات بشكل غير شعوري لا يحبونها. يجب أن نعود إلى السلطات الحكومية والإداريين ليشرحوا ولدعم وخاصة في الأماكن في السلطات المحلية المتواجدة يسهل للأهالي لتخفيض هذا عدم الإقبال على تلك اللعبة. هذه اللعبة لقد تم تقبلها من جميع المجتمعات. شكرا أوليفر. نعم هناك الكثير من الحماس. طبعا هناك حماس كبير حول مشروعكم وأستطيع أن أتصور أنه في سياق جنوب السودان ليس من السهل دائما أن تقوموا بأنشطة تمكين الفتيات خصوصا الفتيات اللواتي يعني هنا مطلوب يتم طلبهن للزواج منذ سن صغيرة. شكرا لك. أظن أننا وصلنا إلى ختام هذه الجلسة الحوارية. سوف نخصص بعض السؤال لتلقي الأسئلة من المشاركين. يمكنكم استخدام خاصية الـ Q&A الأسئلة والإجابات في أسفل الشاشة لطرح أي سؤال وتوجيهه إلى أي من المتحدثين. هل من موضوع ترغبون في التوسع فيه؟ وفي انتظار ورود الأسئلة أنا لدي سؤال إضافي. أتصور أنه في سياق أعمالكم في كونغو في جنوب السودان ربما هناك عدد من المخاطر. نحن أيضا استمعنا إليكم فيما يتعلق بالتحديات. هل هناك تدابير تتخذونها قبل بداية البرنامج لتخفيف هذه المخاطر؟ ربما قمتم بتدابير معينة عن إدراك ووعي لأنكم تدركون أن هناك مسائل قد تعرض الأطفال للمخاطر وتضعون هذه التدابير لتخفيف المخاطر. فلافيو هل ترغب في الإجابة عن هذا السؤال؟ شكرا ساندرا. إن المخاطر التي تحدثنا عنها سابقا هناك العديد من المخاطر ولكن المخاطر الأبرز هي تلك المرتبطة بالعنف المجتمعي في الأحياء التي يأتي منها هؤلاء الأطفال. المخاطر الكبرى هي الاغتصاب والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة وانضمام الأطفال إلى العصابات الإجرامية. نحن نحاول أن نقترب من الأسرة وأن نتقرب من هؤلاء الأطفال، والأطفال هم الذين يدعون ذويهم لحضور الاجتماعات، وبهذه الطريقة نوجد شبكة من التواصل مع الأطفال ومع ذويهم لكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات أو هذه المخاطر بحيث تكون لدينا استجابة سريعة للأخطار التي يواجهونها طوال اليوم.
لأنه عندما يكون الأطفال في الشارع هناك أطفال يسيرون مسافة كيلومتر ونصف للوصول إلى المركز كابويرا لتلقي التدريب وكيلومتر ونصف ليعودوا إلى منازلهم، خصوصا عندما نتحدث أن هناك فتيات لديهن أطفال. إذن نحن نعمل ضمن المجتمع لكي نوصل إليهم الفكرة عن كابويرا وما الذي نقوم به وما هي الفوائد التي ستعود عليهم من ذلك. إذن الأشخاص ضمن المجتمع يرون كابويرا بأنها منظمة تعمل من أجل السلام. نحن طبعا لدينا مركز مجتمعي للتدريب من أجل السلام، ونحن نقيم مقابلات خاصة مع الفتيات ضمن جلسات ضمن زيارات المجتمعية التي نقوم بها بشكل شهري. إذن المجتمع يرى هؤلاء الفتيات وهؤلاء الأطفال كأشخاص يمارسون الكابويرا، وهم بالنسبة إليهم هؤلاء الأطفال الذين يمارسون الكابويرا عناصر من أجل السلام. إذن في ضمن المجتمع ربما ينظرون إلى فتاة أنها منضمة إلى كابويرا وبالتالي لا نستطيع التعرض إليها، ونرى أن هناك أيديولوجية كما هناك أيديولوجية ضمن الجماعات المسلحة، نحن أيضا لدينا أيديولوجية خاصة بنا ونحن نستخدمها من أجل السلام ومن أجل تعزيز السلام. وكل شخص منضم إلى هذه الأيديولوجية يدافع عن السلام، وهذا يسمح بنقل هذه الحماية وتحقيق الحماية للأطفال. كان لدينا أطفال تعرضوا للقتل على يد جماعات مسلحة، وعندما ترى تلك الجماعات المسلحة أن مثلاً فتاة منضمة إلى كابويرا فإنهم يسمحون لها بالنفاذ، وإنما أطفال آخرون لم يحظوا بهذه الفرصة. إذن نحن ننشر أيديولوجية كابويرا خارج إطار مراكز التدريب، وقد تمكنا من إدخالها إلى الوعي العام ضمن المجتمع. إنه أمر مثير للاهتمام فعلاً، أمر مذهل أنكم أوجدتم بيئة لتنفيذ أنشطتكم. فالجماعات المسلحة ما عادت تريد أن تقترب من الأشخاص المنضمين إلى كابويرا، وهذا إنجاز كبير يجب أن تكونوا فخورين به. إذن أعتقد أننا تلقينا سؤالا. هل هذه المبادرات تنفذ في مناطق أخرى؟ وهل من لديكم مخططات للتوسع إلى بلدان أخرى؟ وهل يمكنكم دعم الجهات التي ترغب في إقامة مبادرات مماثلة؟ إذن هذه بعض الأسئلة التي تلقيناها. من منكم قد يرغب في الإجابة؟ نعم أوليفر. بالتأكيد نحن حالياً نعمل في جنوب السودان، وإنما Help a Child تعمل أيضاً في ملاوي وفي الكونغو وفي رواندي ورواندا وفي كينيا أيضاً في القارة الإفريقية. زملاؤنا في الكونغو طلبوا منا أن نأتي لتدريب بعض موظفيهم لكي يتمكنوا من دمج مقاربتنا ومنهجيتنا ضمن برامجهم. وهنا في جنوب السودان هناك 6 منظمات دولية أخرى بدأت باستخدام منهجيتنا لتمكين الأطفال، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى. نحن مستعدون ولدينا المواد التدريبية ولدينا المهارات وكل شيء جاهز لكي نتوسع إلا أي موقع آخر، حيث يمكن أن نعمل مع شركاء يرغبون في اعتماد هذه المنهجية.
ممتاز، شكرا لك أوليفر. هل يرغب شخص آخر في الإجابة؟ فلافيو. عندما نتحدث عن مراكز التدريب، نحن لدينا أهداف، وأحد هذه الأهداف هو دعم المنظمات التي تستخدم الكابويرا سوسيال، أي نموذجنا، والذين يرغبون في استخدام هذا النموذج. إذن هذه مهمتنا، بأن ننقل هذه المنهجية وهذه الأيديولوجية إلى منظمات أخرى، مثل ما عملنا مع يونيسف. نحن كنا قد عملنا في السابق مع منظمات أخرى، ونعمل مع مؤسسة فونز لكي يتم دمج الكابويرا في الاستجابة لحالات الفتيات اللواتي تعرضن لإساءة جنسية، ونعمل أيضا مع مركز يتعامل مع الأطفال النازحين، وهذا يتم من خلال شركاء. نحن لدينا سنوات من الخبرة، ونحن نعرف ما هو الأثر الإيجابي الذي حصلنا عليه من خلال كابويرا، وإنما نريد أن نقيم شراكات وطيدة تسمح لنا بالقيام بدراسات لكي نتم من نقل هذه التقنية الاجتماعية إلى شركاء آخرين. ونحن نتواصل مع منظمات أخرى في إفريقيا، لأننا نريد أن ننشئ شبكة للكابويرا سوسيال في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. ونحن لدينا مكتب تمثيلي في البرازيل وفي فرنسا وفي هايتي. إذن هذا أحد أهداف منظمتنا، أن نعمل مع منظمات أخرى لكي تتمكن هي أيضا من الاستفادة من هذه المنهجية ضمن برامجها. شكرا. شكرا لك. هل يرغب شخص آخر في الإجابة، أو هل لدينا أي أسئلة أخرى؟ إذن أظن أننا وصلنا إلى ختام هذا الويبينار. أتوجه بالشكر إلى المتحدثين الذين قدموا لنا هذه المساهمات القيمة، وشاركونا العمل الرائع الذي يقومون به، وهو طبعا مصدر إلهام لي وللمشاركين كذلك. قبل الختام أود أن أسألكم، أسأل المشاركين، إذا كنتم ترغبون أن تتشاركوا معنا في فكرة أساسية بالنسبة إليكم وجدتموها أنها مهمة، وأنها أو تعلمتم شيئا جديدا اليوم، يرجى منكم تدوينه في خاصية أو في خانة الدردشة تشات، وسأعطيكم دقيقة للتفكير في هذه الأفكار، ومن ثم أطلب منكم أن تضغطوا على زر الإرسال في الوقت نفسه. لا تضغطوا على زر سند قبل أن أطلب منكم ذلك. وأيضا المتحدثون، إذا كنتم ترغبون أيضا في مشاركتنا الأمور التي تعلمتموها اليوم، حتى المنتجون، إذا كنتم قد وجدتم شيئاً معيناً أنه ملهم من خلال هذه الجلسة، الرجاء منكم تدوينه ومشاركته معنا. Okay. Yes, so you can send it to, you select everyone. يمكنكم اختيار الجميع في خاصية الدردشة لكي يتلقى الجميع ردودكم، ومن ثم سأطلب، سأحدد لكم متى تضغطون على زر الإرسال. All right, you're ready? Yes, you'll have written something. Okay. So 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, إرسال. Great, yeah, lots of. ممتازة، تردنا الكثير من الإجابات المهمة.
إذن أريد أن أشكر الجميع مجددا والآن أنتقل إلى ديفيد الذي لديه بعض الإعلانات. شكرا لك ديفيد، شكرا لجميع المنتجين والمساهمين.